محلاك يا بلدي، فعلا محلاك يا بلدي، بموقعك، بجوك، بناسك، بكل حاجة فيكي، بجهودك، بعملك، بإرادتك، بكل حاجة بتخليكي تعبري إلى المستقبل وبتكوني جمهوريتك الجديدة. خلينا نتعرف على أخبار الجو والطقس بالذات في مدينة شرم الشيخ النهاردة، ونصبح على دينا شرف اللي هتقول لنا حالة الجو بشكل عام. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا هبة، صباح الخير جمانة، صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا هو الجو النهارده ان شاء الله يكون يعني طقس معتدل كده الحراره. خلوني اخدكم دلوقتي في جوله عن احوال الطقس بالتفصيل. وقايه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحراره على السواحل الشماليه الغربيه. الجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل للبروده في اخره على كافه الانحاء. والنهارده في سقوط امطار خفيفه على جنوب الوجه البحري، وامطار خفيفه قد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. كمان في امطار خفيفه قد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، وده هيكون على فترات متقطعه. تفاصيل اكتر عن حاله الجو معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن اخبار الطقس النهارده على مستوى محافظات الجمهوريه. احنا طبعا اليوم هتبدا تتغير منظومه التوزيعات الطقسيه، هنبدا نتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالاضافه كمان كتل هوائيه شماليه راتبه على المناطق الساحليه، فده هيؤدي بدوره لتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد. واليوم هتبدا فرص سقوط الامطار اللي هتكون امطار من خفيفه الى متوسطه على المناطق المطله على البحر المتوسط، سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري. ايضا فرص الامطار هتنفذ لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، لكن مجمل الامطار اليوم هي غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، كلها فرص امطار من جنوب الوجه البحري وامطار خفيفه، وفرص تجاوز كمان لا تتجاوز 40%. بالاضافه كمان ان اليوم درجات الحراره تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجه لدرجتين، العظمى على القاهره الكبرى هتراوح ما بين 27 و 28 درجه مئويه، يعني احساسنا بالطقس فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس اجواء مائله للحراره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مرورا طبعا بالقاهره الكبرى. اجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، في منطقه جنوب سيناء طبعا تشمل مدينه شرم الشيخ اللي بيعقد فيها كوب 27، فالاجواء فترات النهار هتكون اجواء معتدله. فترات الليل خاصه الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر هنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وطبعا هيكون الاجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه. طيب يمكن حضرتك بتتكلمي عن مدينه شرم الشيخ، الدرجات الحراره متوقعه نهارا كام وفي المساء كام؟ خلال فترات النهار هتراوح ما بين 28 و 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترات الليل هتراوح ما بين ال 20 وال 21 درجة مئوية، ده طبعا على مدينة شرم الشيخ، وده متوقع كمان يستمر معانا على مدار هذا الأسبوع. أجواء مائلة للحرارة فترة النهار، فترات الليل الأجواء بتكون لطيفة جدا، الأجواء في مدينة شرم الشيخ طبعا هتسمح بالاستمتاع بفعاليات المؤتمر وكمان الأجواء السياحية في المدينة. حركة الملاحة كمان على البحر الأحمر معتدله تماما ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، يمكن هيكون في ارتفاع امواج فقط على البحر المتوسط، ارتفاع الامواج هيتجاوز ال 2.25 او 2.5 متر على البحر المتوسط. طيب بالنسبه لحضرتك يمكن بتقولي ان في كتل هوائيه وفي ارتفاع طفيف في درجات الحراره، لكن الامطار دي مش هتكون مصحوبه بانخفاض في درجات الحراره الفتره اللي جايه. الامطار دي هتكون مصحوبه بانخفاض درجات الحراره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط فقط، لكن باقي مناطق الجمهوريه اعلى من المعدلات بحوالي من درجه لدرجتين، لكن من غدا ان شاء الله هنبدا نلاحظ انخفاض في درجات الحراره، هو انخفاض طفيف بحوالي ايضا من درجه لدرجتين، العظمى هتوصل على القاهره الكبرى 25 درجه مئويه، على سواحلنا الشماليه 24 درجه مئويه، فمن غدا هنبدا نلاحظ الانخفاض الطفيف في درجات الحراره، لكن كمان لازم ناكد على الانخفاض الملحوظ فترات الليل لان بدا يكون ملحوظ اكثر خلال الايام الماضيه ومتوقع كمان يستمر معانا الايام القادمه. طيب بالنسبه للشبوره المائيه في محافظات الجمهوريه وخاصه كمان شرم الشيخ. طبعا فرص تكون الشبوره المائيه على مدينه شرم الشيخ منعدمه تماما، وباقي محافظات الجمهوريه على مدار هذا الاسبوع الكتل الهوائيه مع المنخفض الجوي مش هتسمح بتكون الشبوره المائيه، حتى لو تكونت يبقى فرص تاثيرها على حركه البروق ضعيفه جدا، فما فيش اي تاثير للشبوره المائيه على مدار هذا الاسبوع باذن الله.
ما بقدرش اختم مع حضرتك غير لما بتدينا بعض النصائح نلتزم بيها كلنا، علشان خاصه في ارتداء الملابس، فيعني حابين نعرف من حضرتك بعض النصائح قبل ما اختم مع حضرتك المكالمه. اكيد ومهم جدا في فصل الخريف، لازم اهم حاجه المتابعه اليوميه والمستمره للنشرات الجويه، لان دايما الخريف معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في التنبؤات وخرائط الطقس من يوم للتاني، فلازم نتابع النشرات الجويه. لازم كمان نشوف درجات الحراره ايه ونبدا نختار نوعيه اللبس بعنايه، خاصه ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر هيكون معنا دايما جاكيت مرتديه في الاوقات دي، لان احنا خلاص هنبدا نحس بالبروده في اوقات الليل المتاخره والصباح الباكر. المحافظات المعنيه بسقوط الامطار خاصه المناطق المطله على البحر المتوسط، مهم جدا ان احنا نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، القياده بسوء تام مع سقوط الامطار. خلينا كمان ننوه ان اليوم هيكون في نشاط للرياح على سواحلنا الشماليه، مناطق من القاهره الكبرى، مناطق من شمال الصعيد، سرعات رياح اليوم هتكون ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم على المتابعه اليوميه معانا، عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 27، الصوره 17، العاصمه الاداريه 27 17، اسكندريه 25 17، العالمين الجديده 25 17، مطروح 25 15، دمياط 25 19، بورسعيد 26 19، الاسماعيليه 28 16، السويس 27 16، العريش 26 18، كاترين 21 12، طابة 25 19، حلايب 28 21، شلاتين 29 21، شرم الشيخ 29 21، الغردقة 29 20، الفيوم 27 16، بني سويف 28 15، الوادي الجديد 29 17، أسيوط 28 14، سوهاج 29 15، قنا 28 16، الأقصر 29 17، وأسوان 30 17. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو النهاردة، وأكيد بنتمنى أن يكون الجو يعني أو مفترض الجو إن شاء الله النهاردة في مدينة شرم الشيخ مع استقبال كل الوفود الرئاسية من دول العالم المختلفة في قمة المناخ COP27. النهاردة الجو مشمس ومعتدل الحرارة في مدينة شرم الشيخ، مدينة أرض السلام. هرجع مرة تانية لجمعنا وهبة علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا ديان، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك مرة تانية على مدار الحلقة. أكيد. شكرا.